السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة دايما يا رب، ويا رب يكشف عنا الوباء والبلاء عنا وعن سائر جميع المسلمين يا رب العالمين. طبعا انا عايز اقول لكم ان انا عندي السمان، عندي حالة مرضية النهاردة او من امبارح مكتشفاها في السمان عندي. طبعا يا جماعة الحالة المرضية دي ايا كان يصيب السمان باي حاجة بيأثر على انتاج البيض. فالناس دايما اللي بتسألني ان عندهم السمان قطع بيض او ان ما عادش بيبيض زي الاول، فبالعين المجردة كده نبص على السمان بتاعنا فيه ايه، في كاشش قاعد على جنب، نبص عزكم الله على البراز بتاعه لونه ايه، ده يعرفنا كده بالنظر السمان بتاعنا بيعاني من اي مشكلة مرضية. ونبص كده على السمان بتاعنا بياكل بيشرب بيجري في المكان ولا قاعد كاشش ولا ايه الحكاية بالظبط. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، انا عايزة اوريكم انا اكتشفت ايه عند السمان بتاعي من امبارح. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، انا مش عايزة اشد الصاج عشان يعني الناس ما تقرفش قوي، انا السمان عندي عنده اسهال فظيع، ده انا مكتشفاه من امبارح. شايفين الصاجة بتاعته عاملة ازاي، كلها مية طبعا، بس الحمد لله رب العالمين السمان عندي بيتحرك نشط رايح جاي مش كاشش. طبعا هو اسهال فقط، يعني حتى لون البروز بتاعه مش لونه مختلف ولا حاجة، مش بني غامق ولا بني فاتح، هو مجرد اسهال. طبعا الناس كلها لازم يكون عندها في فصل الشتاء ده علاجات مهمة جدا وتحصينات، لازم يكون السمان بياخدها حتى من بداية عمره لحد ما يتدبح السمان عندنا. ما ينفعش يعني، انا سمعت كلام الناس اللي بتقولي انت بتحط علاجات للسمان كتير، احنا عندنا مش بنحط علاجات للسمان او بنحطش اي علاج، احنا عندنا الحاجة بيور كده بنحطلهاش اي علاجات. فحاولت ان انا يعني جربت بقالي اسبوع اهو ما بحطش اي علاجات للسمان بتاعي برضه، علشان ايه؟ العلم بالشيء ولا الجهل بيه. قلت يا بنتي طيب ما تجربي زي ما الناس بتقول وشوفي. طبعا انتوا عارفين ان الجو بالنهار بيبقى دافي ويجي على بالليل يسقع جدا، بيبقى تلج، وخصوصا احنا حتى لو بني ادمين ما حسيناش بالوضع الطائر الضعيف ده هيحس بيه. فطبعا انا سمعت كلام الناس وبقالي اسبوع ما حطتش علاجات، ودي كانت النتيجه. النتيجة هي يا جماعة اسهال للقطيع بتاعي، السمان بتاعي ده اخد برد، فطبعا نتيجة البرد ده الاسهال زي ما انتم شايفين كده عزكم الله. وطبعا احنا بنبقى ندي للسمان بتاعنا تحصينات من اول ما بيطلع من البيضة لحد الدبح يا جماعة. الناس اللي بتقول ما بتديش علاج دي هي حرة، وخصوصا كمان فصل الشتاء ده محتاج تحصينات نديها للسمان. طبعا انتوا عندكم الفيديوهات بتاعتي كلها فيها كل العلاجات اللي بنديها للسمان من ساعه ما بيطلع من البيضه لحد الدبيح، بس انا حبيت ان انا اجرب علشان اقول للناس النتيجه. جايز كانت تبقى النتيجه كويسه واقول للناس ما عدتوش تحطوا حاجه، ولكن للاسف النتيجه كانت سلبيه جدا. طبعا انا نزلت لهم بمضاد حيوي وفي الميه يا جماعه، هنزل لهم بمضاد حيوي وثلاث ايام ورا بعض ان شاء الله، وبعد كده هنزل لهم برافع مناعه يومين ورا بعض. بس الحمد لله انا لما حطيت لهم المضاد الحيوي امبارح في الميه حسيت بتحسن. طبعا انا بغير، عامله زي ايه، زي الام كده اللي عماله تغير للبيبي على طول حفاضات حفاضات، فانا على طول عماله بنضف في السلاكه، لان طبعا الفضلات الكتير دي بطنهم مسابه بقى، فلازم تنضيف على طول، تنضيف على طول وتعقيم تحت رجليهم. فالحاجات دي مهمة قوي يا جماعة. طبعا الناس هتقول طيب انت بتعقم بايه، انا بعقم بمية وخل، دي افضل حاجة للتعقيم، او لو عندكم سفنجة كده تبلوها بمية وكلور بسيطة خالص، حاجة بسيطة خالص كده بسفنجة وتمشوها تحت رجليهم بس علشان التعقيم، لو مش متوفر الخل الطبيعي اللي هو خل التفاح. وطبعا الناس هتقول لي خل التفاح انت جايبه منين، انا عاملاه في البيت وعندي فولدر كامل لصناعة الخل في المنزل، الصناعة الطبيعية ان شاء الله. والناس اللي كانت بتقول لي ده السمان مناعته عالية جدا، واحنا قرينا كتير عن السمان مناعته عالية وبيتحمل درجات الجو المختلفة، فده برضو دليل على ان يا جماعة السمان لما بيجيله برد
بيحصل له نكسة صحية زي اللي حصل للسمان بتاعي ده. يعني أنا بقالي أسبوع ما حطتلوش أي فيتامينات ولا تحصينات ولا حطت له أي حاجة، ودي كانت النتيجة أعزكم الله. زي ما انتوا شايفين كده المنظر يعني سبحان الله العظيم بشع. طبعا أنا مغيرة لهم امبارح بالليل، وهم صحيت بالليل غيرت لهم، واحنا دلوقتي الساعة 9 الصبح، وزي ما انتوا شايفين المنظر أهو فظيع. كل الفضلات اللي بتنزل من بطنهم عبارة عن مية. فيعني ايه سبحان الله العظيم، الناس تاخد بالها قوي من الموضوع ده يا جماعه. دفوا السمان بتاعكم، بلاش يتعرض لتيار هواء مع العلاجات يا جماعه والتحصينات، رفع المناعه ومضادات الحيويه ومضاد للسموم. لازم كده تحصينات نديها للسمان على فترات علشان باذن الله ما يحصلوش اي انتكاسه. ومش اي كلام يتقالنا من الناس يا جماعه ويصمموا عليه احنا ننفذه، احنا كده بديهيا كده نشوف الكلام بتاعهم صح. وانا حبيت برضو ان انا اجرب علشان اقول لكم النتيجة هتكون عاملة ازاي. فبلاش بالله عليكم نسمع كلام الناس هتكون النتيجة سلبية على القطاع بتاعنا. خلي اللي يقول يقول وخلي اللي يعمل يعمل، هو حر في حاجته. احنا نعمل اللي احنا شايفينه صح في تربية الطيور بتاعتنا، اللي احنا شايفينه صح ننفذه ونعمله بإذن الله. وطبعا يا جماعة الحالة المرضية اللي جات للسمان دي أثرت على إنتاج البيض امبارح. يعني يعتبر امبارح محدش بضلي كده غير بيضتين أو ثلاثة في القطاع كله، لأن ما شاء الله أنا عندي القطيع في الأربع سلكات بيبيض. هنا في بيض، أيوة في بيضاية اهي، لسه أول تبشيرة للنهاردة. فهو امبارح يا جماعة والله الحمد لله رب العالمين، قدر الله ما شاء فعل. هو امبارح طبعا انا ما خدتش منهم حوالي يمكن 3 4 بيضات في اليوم كله من السمان، لانه طبعا زي ما قلت لكم الاسهال اللي جاله ده اثر على الحاله الصحيه بتاعته كلها. طبعا هو مش هيبقى مجهد وجسمه تعبان وعنده نزله معويه من بسبب البرد. ف يعني ايه الناس اللي بتسال ايه سبب انقطاع البيض عندهم، شوفوا السمان عندكم تابعوه يا جماعه، بشروه كده شوفوا الفضلات بتاعتهم، شوفوا يمكن في بيض برشت في تحتهم في الفضلات، شوفوا ايه المشكله عندكم. السمان عندكم كاشش، السمان في اي مشكله لازم تلاحظوه كده على طول بالعين المجرده، بشروا وفتشوا فيه، فتشوا في الفضلات، شوفوا السمانه لو في سمانه مثلا واحده كشه هاتوها بشروها، شوفوا رجليها، شوفوا بطنها، شوفوا جناحاتها، جايز فيها حاجه متعوره، جايز رجليها فيها حاجه متعوره. المهم ان انتوا تبشروا على السمان بتاعكم، مش احنا بنرمي الحاجه كده بنحط لها اكل وميه وبنمشي، لا، بشروا على حاجتكم باستمرار علشان باذن الله ما تقعش في اي مشكله بعد كده. وان شاء الله رب العالمين اي تطورات او اي حاجه هتحصل للسمان عندي ان شاء الله اقول لكم عليها. وادعوا لنا الله يصلح حالنا وحال الجميع يا رب، وما يخسرش حد ابدا في ماله. ويا رب تكون حلقتنا النهارده عجبتكم ونالت رضاكم، وما تنسوناش بفاء دعائكم الكريم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.